هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة فيه ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من 5 لـ6 درجات على كافة الأنحاء. طقس النهاردة هيكون شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً على كافة الأنحاء. في النهاردة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بكيفا. اهلا بحضرتك. يمكن كنت معانا امبارح على الهواء في صباح الخير يا مصر ونوهتي ان هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، وبالفعل النهارده يعني درجه الحراره في القاهره بتصل ل 36 درجه، في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. هل هيستمر هذا الارتفاع في درجات الحراره؟ هو بالفعل طبعا اليوم متوقع يكون في ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره، لكنها ارتفاعات مؤقته في قيم درجات الحراره، يعني هيكون مدتها اليوم، ومن غدا الخميس تبدا قيم درجات الحراره تنخفض وتعود للمعدلات الطبيعيه او تعود تاني للاجواء اللي احنا كنا عليها امس او اول امس، لان اليوم متوقع ان احنا نتاثر بمنخفض جوي موجود في الصحراء الغربيه مع كتل هوائية جنوبية غربية، دي اللي هتؤدي للارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار. هنلاحظ كمان زيادة فترات سطوع أشعة الشمس أيضا خلال فترة النهار العظمى على القاهرة الكبرى، متوقع أن هي تكون 36 درجة مئوية، المناطق الجنوبية 38 درجة مئوية، فبالتالي أجواء شديدة الحرارة فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، لأن طبعا الارتفاع ده بيشمل كافة المحافظات. فترات الليل كمان مع الغياب التام لأشعة الشمس هنلاحظ أن الليل تحديدا في تحسن كبير في قيم درجات الحرارة، أجواء لطيفة في معظم المحافظات، وخاصة فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، يعني احنا في الليلة دي تحديدا مش هنحس بالبرودة زي الليالي اللي كانت قبل كده. كمان طبعا الكتل الهوائيه دي كتل هوائيه صحراويه فيها زياده لسرعات الرياح، فبالتالي اليوم ايضا في نشاط للرياح متوقع، نشاط الرياح ده مثير للرمال والاتربه في معظم محافظات شمال البلاد، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناه. الاتربه والرمال المثيره دي ممكن تؤدي لتدهور وانخفاض كبير في الرؤيه الافقيه في الصحراء الغربيه وبعض الاماكن كمان من سواحلنا الشماليه الغربيه. وزي ما قلت في الاول سرعان ان شاء الله بكره الخميس ما نبدا نتاثر كده بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، فبالتالي هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 6 لـ8 درجات، وده هيكون في معظم المحافظات خاصه المحافظات الشماليه. يعني من 6 لـ8 درجات هينزلوا فجاه بكره، صح؟ بالفعل النهارده ذروه الارتفاعات. النهارده ذروه الارتفاعات، اعلى درجه حراره هنسجلها اليوم، وبكره ان شاء الله الخميس العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 29 الى 30 درجه مئويه، هيكون الجو اقل حراره من اليوم، تهدأ سرعات الرياح بشكل كبير او الاتربه والرمال المثاره هتزول بشكل كبير، فهي حاله جويه مؤقته مدتها اليوم، ومن يوم الخميس نرجع تاني للاستقرار في الاحوال الجويه ودرجات الحراره اللي هي ما بين 29 ل 30 درجه مئويه فتره النهار. بس مهم جدا النهارده ناخد بالنا بقدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس بشكل مباشر، لان كمان نسب الرطوبه منخفضه، فده مش هيخليني احس بارتفاع قيم درجات الحراره طول ما انا موجود في اماكن ظل، بالاضافه كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. مهم جدا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه واحنا خارجين لازم نستدي الكمامات والقياده كمان تكون بهدوء تام على اغلب الطرق، ونستمر في المتابعه للنشرات الجويه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه. طب بمناسبه القياده، هل الاجواء بتاعه الرياح المثيره للاتربه دي بتاثر على الرؤيه النهارده؟ بالفعل هي الاتربه والرمال المثاره ممكن تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، وخاصه في المنطقه الغربيه، غرب جمهوريه مصر العربيه، الصحراء الغربيه، السواحل الشماليه الغربيه، الطرق المؤديه من والمناطق دي ممكن تتاثر بشكل كبير، والاتربه والرمال المثاره تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه طبعا. طب في اي توقع الامطار يعني تتلطف الجو المترب دوت يا دكتوره منار؟ يعني هي بالنسبه لليوم مفيش طبعا اي فرص لسقوط الامطار، مفيش اليوم مفيش اي فرص لسقوط الامطار، لكن غدا الخميس والايام اللي جايه برضه الخرائط الجويه والتوزيعات الضغطيه مش مديه اي فرص لسقوط الامطار، وحتى وان وجد فرص امطار فهتبقى موجوده خفيفه جدا في السواحل الشماليه، يعني هي فرص ضعيفه جدا في السواحل الشماليه للبلاد، فبالتالي نقدر نقول مفيش اي فرص سقوط امطار في اي منطقه من مناطق الجمهوريه باذن الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
في القاهرة العظمى 36، الصغرى 22 أيضا، في العاصمة الإدارية 36-22، الأسكندرية 36-18، والعالمين الجديدة 35-17، مطروح 35-17 أيضا، ودمياط 30-20، بورسعيد 29-20، والإسماعيلية 37-21، السويس 37-21، والعريش 36-20، كاترين 30-16، وطابة 30-20، حلايب 29-22، وشلاتين 32-20، شرم الشيخ 34-23، والغردقة 34-23، الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 21، بني سويف 36-20، في الوادي الجديد 36-20 أيضا، وفي أسيوط 37-21، سوهاج 36-21، وإنا 37-22، الأقصر 37-22، وأسوان 37-22 أيضا. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لجمانة ومصطفى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا كهلا، شكرا جزيلا. شكرا نهال.